ويش وليدين ودياته ان شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يبني اسس سمن وحسن حوافي. شو تقبريني رضعتيها منيح لصغيره؟ ايه يا عمو رضعتها يخزي العين حولها وحواليها ما شاء الله بسم الله. شوف صغري انا ما عاد بدي بنتي تطلع من عندي من البيت حتى لو اشتريت بيت لحالك. ليش حماتي؟ تولعت بالصغيره وتعودت على انه بنتي تكون جنبي. الله يوفقك. بس هيك يا مرت عمي شو لا تقول شيء تقبرني لا تقول انا مره وحدانيه وما في مين يونسني بهالبيت. ما بصير هيك يا مرت عمي ما بصير. ليش ما بصير؟ بصير صهري. طيب مرتي الثانية وين بدي احطها؟ يوم اللي ما بتكون ليلتها بعدها تزور عند اهلها. هلا هذا حال حماتي؟ ما عجبك؟ ايه طبعا ما عجبني. بس انا ما عاد استغني عن بنتي. هلا هيك اتفقنا يا حماتي؟ هيك اتفقنا انا وياكي؟ مزبوط مو هيك اتفقنا، بس انت حط حالك محلي، حس فيني شوي، انا كم يوم بقيان لي بهالعمر؟ الله يرضى عليك خليه عايش عندي. بس ما انا مزبوطة، ما انا مزبوطة بنوب. يرضى لي على اسمك وافق على طلبي. لا حول ولا قوة الا بالله. شو رأيك لطفية؟ ابن عمي، أنا حابة ضل عند أمي. ليك؟ معناتها أنت وأمك متفقين علي؟ لا ابن عمي مو متفقين، بس أنا لقيته هذا أريح حل لوجع راسك وراسي وراس أمي من ضرتي وأمك. خلص صهري ليش مكبرها؟ ومثل ما قلت لك يوم اللي ما بتكون ليلتها بعدها تزور عند أهلها، ومن هون ليصير عندها أولاد ويكبروا تبقى بتضل عندك بالبيت تقعد ضرت بنتي مع أولادها. والله عم لاقيها صعبة صعبة يا لطفية. لك لا صعبة ولا شيء ابن عمي، خلص انت هلأ بتشتري بيت لدرتي وبتقعدها فيه لحالة، أما أنا بيضلني هون عند أمي ما بدي اطلع لو بصير عندي 100 ولد.